تجميل نسائي ليه اتسمى تجميل نسائي؟ وانا كنت بقول ان هو اتسمى غلطا تجميل نسائي، لان هو بس بيستخدم المواد والادوات اللي استخدمت اصلا مع فن التجميل وجراحه التجميل، اللي هي البوتوكس والفيلر والهايفو والفراكشنال ليزر والار اف. فعشان كده خدوا كلمه تجميل حطوها اما نزلت على بتخدم النساء قالوا عليها تجميل نسائي. بس هي في الاصل تكميل لوظيفه المراه، يعني الست لازم تبقى حلوه، لازم تفضل بالطاقة القدرة على إنها تفضل مع زوجها ومع أولادها وحياتها لحد آخر العمر. فهي التكميل وظيفة الست، فهي ده مفهوم طب التجميل النسائي. هو بقى خد التجميل من الأدوات اللي بيستخدمها التجميل بس. والتجميل النسائي كمان دخل في كل حاجة، حتى اللي بيجي لنا دلوقتي الفتيات قبل سن الزواج. قبل سن الزواج، لان الست بتبقى على مر عمرها ما اهتمتش بالمنطقه الانثويه بالطريقه الكافيه، او محدش علمها ولا خدت نصيحه كويسه من الامهات، يا اما ما عندهمش النصيحه دي فمش عارفينها، يا اما بيكسفوا يقولوها، لان احنا عندنا مجتمعنا بيخجل تماما انه يتكلم في الحاجات دي. يعني الست البنت بتجي لها الدوره، بدل ما مامتها تقول لها ازاي تهتم بنفسها من تحت، وانها ما تسمرش، وانها ما يحصلش جفاف، او ما يحصلش احتكاك، او ازاله الشعر بطريقه سليمه، بتلجا لصاحبتها، للميديا، لاي حد غير متخصص. فالمنطقه بتبتدي بالترهل والغمقان من بدري جدا، بدري جدا. فبتجي لنا البنات قبل الجواز، بتجي لنا بقى مدمره نفسيا. في احيانا انا جات لي بنت قالت لي انا مش عايزه اتجوز. طب في مشكله في العريس؟ لا، انا مش هتجوز، انا مكسوفه، انا مش عايزه حد يشوفني. مع انها مشكله شائعه، مشكله شائعه جدا. يعني والبنات بقى خايفه، انا مسمره، انا مترهله من وسائل نزع الشعر الغلط، انا شكلي من تحت مش عاجبني. ده غير طبعا مشاكل الختان.